سوق الصوافة. انتم كم محل فتحتم؟ والله فتحنا حاليا 3 محلات. ايش اللي خلاكم تفتحون؟ والله اذا ما نرجع لازم يعني جهد ذاتي. المحلات عمرناها على حسابنا جهد ذاتي. طبعا الحكومة نطالب الحكومة نفس باب الصرا يعملونه سقيفة ويعملون الاستايجر، والمحلات مثل ما يعني تشوف كلها عمرت وتنتظر الخطوط ترجع، النقل، تسهيل امور. الخدمات يعني ماي كهرباء متوفر؟ والله حاليا ماي اكو بس كهرباء ماكو. ايضا نطالب الكهرباء. طبعا طبعا شيء اكيد، كهرباء، السقف، اشتاقوا يعملون، العالم حتى ترجع يصير شغل. والجسور طبعا شيء اكيد، تسهيل النقل ما بين الايسر واليمن. نحن فتحنا به تقريبا 3 محلات، انا والمقابيلي وابو محمود، ونحن نستندغ يعني الدولة تعمل شتايجر والسقف لنا السوق والكيات يرجعوها والباصات والدوائر الحكومية، ونحن بنينا على حسابنا، يعني بنينا نحن على حسابنا المحل، ونستندغ هم يعني دعم من الدولة بلكي ترجع يرجع إن شاء الله. باقي المحلات يعني يقولون تعرف أنت عجاج وطوز، والمحلات إذا ما يعملوها شتايجر وشوية الدولة تعمل الرصيف شتايجر لأن دحق أنت الطوز، والمطغ يعني المطغ 24 ساعة يعني من يوم المطغ ما نطيق نفتح من وغى السقيفة. يعني إذا كمل الشتايجر والسقيفة كل يفتح؟ كل السوق يرجع يفتح، ونرجع الحركة إن شاء الله أحسن من قبل ترجع بينه. إيش يحتاج هذا السوق؟ يحتاج سقيفة مثل السوق العطيغين. سقيفة 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 يحتاج. بعد كهرب. اي يعني توفرت هاي المحلات كلها تفتح؟ شوية شوية يجون شوية شوية. ايش الطالب من المعنيين من تبليط الارصفة؟ تحكي لنا سوق الصوافة شلون كان قبل؟ شان عامر من بعد التحرير. هو بالتحرير خرب. ايش عمرت هذا محلك؟ اي نعم قديم هنا. هذا محلك؟ محل جدي وابويا واحنا. انت عمرته على حساب؟ اي نعم. كيف يعني ايش؟ يعني ردنا نعمر المحلات جو جماعة الأوقاف، قالوا سوينا تعويض خطي بأن ما طالب الدائرة بتعويض. يابا ليش؟ قالوا هذا سعر الأوقاف صار مشترك. يابا شو المشترك؟ قالوا بالوقفين. جماعة سووا تعهدات، أنا ما سويت تعهد. طيب، هسه ايش ناقص السوق؟ يرادوا خدمات، زين عسى نطالب يعني من عندكم من المسؤولين يعفونا من الإيجارات في سنة أو سنتين. لان احنا بنينا على حسابنا. هسه هم يريدون الايجارات، واكو ناس دفعوا مال 17 و18 ايجارات. ونريد سقيفه والكهرباء. والاهم منها هسه عمل السيارات الكيات.